الرحمن الرحيم. النهاردة السبت 23/4/2022 من منطقة اسطبل عنتر مصر القديمة، جنبنا عزبة خير الله. احنا بنتكلم من قدام جبخانة محمد علي، مصنع البارود. محمد علي سنة 1829 فكروا نعمل مصنع البارود، فكروا نعمله في القلعة، قلعة صلاح الدين، لكن خاف لربما يحصل اي انفجار في مقر الحكم. قرر انه يجي هنا في المنطقة دي ويعمل مصنع البارود، ما يسمى جبخانة محمد علي. بدأ العمل، مجلس الأعلى صار في أعمال الترميم، رفع الرديم. قدامنا لا يقل عن ست أشهر عمل تقريبا، وإن شاء الله هنشوف جبخانة محمد علي بشكل مختلف تماما. شكرا.